وأي حضور، أي صوت يحملك إلى البعيد، إلى المشتهى، إلى الحلم، يحلق بك في أجواء الكلمة واللحن، ومنها إلى فضاءات الروح البشرية، كأنك تسافر في المستحيل، في الذاكرة وفي القادم. ملاكا بصوته يصنع للبشرية روحا مقدسة تسمو بالدوني منها إلى السماء وترفع السامية إلى مصافي الآلهة. الفنانة السورية ميادة بسليس، كل الحب والشكر.
غنت الفنانة ميادة بسليس للشارات الدرامية، فأعطتها بصوتها وأدائها جمالية وحضورا مميزا. شكلت مع الفنان الموسيقار سمير كويفاتي ثنائيا مبدعا، قدم عملا استثنائيا وأصيلا تجاوز الدرامي دون أن يبطل حقه، فعاشت تجربتهما وباتت جزءا من الذاكرة السمعية والذاكرة الدرامية للمشاهد السوري والعربي. مين قالك تفتح كل شبابيك سوا وما تعرف أي هوا تختار؟ مين قالك ترمي شراب ميادة صوت أصيل ومثقف، تختار أغانيها بتأني ورؤية مبدعة. تجربتها من التجارب النادرة في جمعها بين الجميل والمتفرد والموظف دراميا بذكاء وحرفية. الفنانة بسليس تحدثنا عن أهم تجاربها الغنائية للشارات الدرامية مع الفنان الكبير سمير كويفاتي. شو ذنبي إذا بهواني وأنا محتارة بهواك؟ شو ذنبي ما رماني الهوى يلي اللي رماك؟ شو ذنب الهوى لو ما جمعنا سوا؟ يمكن هواك هوى التجارب الغنائية الحديثة تنحو نحو الاستهلاك، مشاكل باتت تعرض الغناء عموما والأغنية الدرامية بشكل خاص للخطر، مشاكل الإنتاج وغياب المؤسسات الراعية للغناء والفنانين في سوريا. مجموعة من القضايا كانت عائقا في وجه تجربة حقيقية ومبدعة كتجربة الفنانة بسليس، وتشكل اليوم هاجسا مؤرقا لها.